انا مش قادره اصدق عينيا، انا وانت قاعدين في المسبط لوحدينا. ولا حد رابعنا؟ لا قصدك ولا حد تالتنا، شادية وعبد الحليم لا 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 لا، حضرتك فاهمة غلط. ده انا قصدي ان حضرتك تلات بني ادمين في بعض. نعم. لا لا، انت فهماني غلط. ده وصف جميل. تلات بني ادمين في بعض، يعني الحلوة والوحشة والشريرة. نسيت حاجة. ايه؟ كمان جوايا تيمون وبومبا وتوم وجيري والجميلة والوحش. انت قمر والله قمر. بقولك ايه؟ انت امتى حسيت انك خدت الهدر ووقعت في حب؟ والله هو بشكل مفاجئ يا توتو. لا ثواني بس، ثواني. يا لهوي يا لهوي. فاكره اليوم اللي احنا قابلنا بعض فيه في المحكمه؟ اما قلت لي هجيبك ورحتي ضربه الخفاش. هو اليوم ده روحت في الطريق قاعد بفكر فيكي، روحت البيت اتعشيت ونمت حلمت بيكي. حلمت باوتوبيس نهر كبير قوي ماشي في النيل اللي مكتوب عليه قمر 14. ايوه. وكاوتشات كاوتشات كاوتشات. هو ده. لقيت على وشه ابتسامه ما شاء الله جميله، وكان بيناديلي يقول لي يا تمام، انت يا واد يا تمام. انا بقى كنت على مركب صيد الناحيه التانيه بصطاد، كان معايا الشبك، رميت الشبك في رقبتي وجابني لحد الاتوبيس وهوب رحت لابس فيه. يا روحي يا حبيبي يا تمام. بقولك ايه؟ اموريني. انا هقولك على سر عمري ما قلته لحد. طبعا. انا طول عمري باجي المصمت ده لوحدي، بس النهارده حاسه احساس غريب، حاسه ان نفسي مفتوحه لدرجه ان نفسي اكل المصمت بالبني ادمين اللي فيه. يا نهار اسود. بقولك ايه؟ ايه؟ فكك بقى من كل الكلام اللي موجود ده. حاضر. تلسع كرشه. ايه؟